28. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، سعيد ملاقاتكم كما كل يوم، وسعيد بنجوم الفريق يترأسهم ويقودهم الجهبذ لو جران زياد المكي. زيدون يا معلم زيدون. ان شاء الله نهاركم مبروك رفيق. نحب نحكي لك طرفة تحزن هي، وانت في الساد رينو تحضر خويا. انا قاعد انا وسونيا وحاتم في السالون، هذا باش تعرف اصحابك وقت الشده يحكيوا على الفيزا والتي ال اس. قلت له حاتم قدمني لي اف تي ناخذ، قال لي انت باش نهزك لي اف تي كان يسمعوا الكويز ما يطردوك. وسونيا تحكي بالفرنسيه درا شكون تعرف القنصل. قلت له هزني اليوم نعمل العشاء الاخر. خاطي تحسهم يستعاروا مني، يستعاروا مني يا رفيق. انت خاطر ما جربتنيش انا، انت جربتك البارح المهزله. قلت لي شد ورقه بيضاء قعدت نتبع فيه. قلت لي اكتب ان الممضي اسفله زاد المكي صاحب رفيق بوجنيق. قلت له اسلم عليه على التالي نورمالمون وقته يشدوني. والله صح عليكم والله الحمد لله. عندي مقديه هكا بعث رساله لماكرون بعد ما جاول بكر رساله للاليزي بعثها النقيب مقديه وهبطها في الجروب. وبربي حتى تفاعل في الجروب وكانه حكي معاه مع انت راه بعث لماكرون راهو هذاك يمثل الرحمن. نتفاعلوا بعد يجي الجواب. صحيح نورمالمون مانيش نتفاعلوا. من بعد نحكيو بربي، من بعد حطها في الكونسي يا رفيق. اون توكا نتمنى نهار مبروك الناس الكل، ونتمنى عيد ميلاد سعيد لصديق صديقي وصديق الناس الكل خالد الحلاق يحتفل بعيد ميلاده ان شاء الله كل عام وهو حي بألف خير. خلوده وربي يفضلك. السلام عليها المشجع الشهير للترجي خالد الحلاق، ونرحبوا بنجم التحاليل الرياضيه لو جران ناصر البدوي. اهلا بيك اهلا بيك رفيق. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. ربي يوفق الناس الكل. نحيوا كل المستمعين اللي يسمعوا فينا البرة ولا في تونس ولا الناس اللي بالحق فكره هبه. ان شاء الله نهاركم زين، وخاصه لي بارون اللي عندهم امتحانات ويعديوا الامتحانات ويتابعوا في صغيراتهم. ربي يحمي الناس الكل. الحمد لله ابو سالم انه في الاخر على الاقل محضر لنا حتى مسؤول في التتويج على التيران. في الاخر على الاقل تواجم رئيس الجمهوريه البارح على خاطر بالحق كانت مهزله انه فريق ابو سالم هز كاس افريقيا وما كان فما حتى مسؤول في تونس كان حاضر. فتم التدارك وتم التدارك نحكيوا عليها بعد شويه. نرحبوا بها المتكبر المتعجرف استعار من صديقه زياد المكي حاتم بالحاسب. صباح الخير الناس الكل. جربته باش استعار منه، علاش ما هزيتوش معاك اللي هزوا يا ودي يا اخي تصب في الصبه هزوا اللي اف تي وتشوف في دواخل يعني في الديوان تبع الديوان باش نهزوا اللي اف تي. وذاك قلت له بعدين حس ان امورك في الكويز نهزوا معنا في فلاش ديسك الاجابات نتاعو. عطيني الجواب صحيح اليوم نعاونوا الناس. الوقت اللي دعا رئيس الجمهوريه باش يستقبل مولداي استجاب رئيس الجمهوريه. ابارامون بعث له رئيس الجمهوريه قال شكون تحب اخر نستقبل خاطر مانيش فاضي شغل عندي ما نخدم خلينا نكملوا الليست الكل. فوالا ميرسي تو الموند. البارح جاوني برشا ميساجات بعد ليميسيون. فما اللي بو صابوني قالوا ياسر ثقافه وفك عليه على التلفزيون بالحق ولا فما واحد صبني هيك عدو ولا ثقافه. زيد تقبل تمشي للسبارت فرنسا واليا اف تي وتخلي بلاد نحب نسافر انا نقبل يعجبك تعامل مع مسؤول مش تونسي. اما المسؤول التونسي هاو غايب هو طيح من روحك طيح من روحي يا خويا. ليه ما تطيحوش من رواحنا رفيق في بلادي باش يجيبها لي الديوان هي باقون ما تمشيش ما نحبش باقون نقعد معاك يا خويا باقون نحب نمشي نسافر يا رفيق. باش تعرف النخبه نخبه والفساد الناصر عنده سيركوي يخرب برشلونه برشلونه والله يا رفيق معناتها ريت النخبه اسهل من اللي اف تي وسفاره ودي حد ما يعرفهم الكل قال لي سا سفي با تقعد معاهم يرحم والديك كل ليله تقعد معاهم. اي محاتم عنده المبادئ اصحاب ما نصبوش لحكايه كان جاي الناصر يعرفهم راه عامل نسبه بالفيزا والله راه في ذاك. نرحبوا بها خبيره الفن سندريلا سبيح الانوار. صباح النور صباح الورد والفل والياسمين. ريت المحقرانيه مش باهيه. انت مشيت للناصر وحاتم انت كنت نجم تجيني لي انا ندبر لك رونديفو فاشيلمون رونديفو عند حجامه والله اللي نجم ندبر له يا رفيق او كان يدي لاي حد يسمع فيه يحب على رونديفو اتصل بي. اسمع يا سيدي الرونديفو يا خويا بمليون هكا خفيف في سافا لاباس. انتوما في بالكمش العباد قاعده ماشيه تبحث على الكلام رونديفو بمليون والعب والعب استاذ الربي حسين. نحب نعمل ديديكاس محمد بن محمود وريم تم
تنفوس. يقولوا البنتهم سارة تنفوس اليوم تحتفل بعيد ميلادها تعمل 13 سنة. إن شاء الله كل عام وانت حية بخير يا سارورة. ولميا تنفوس اللي هي زوجة محمود البارودي خالتها تقول لها كل عام وانت حية بخير يا سارورة. سلموا عليها وإن شاء الله كل عام وهي حية بخير وحتى هو غايب روحه وتتلألأ هنا فيقته صبيح يا ربي ولا فيق البارودي البارودي خليك فيقه مش ميتك ربي على ذكر البارودي الكونت في الروج موان 200 دينار واخذها 4 سنين الله برا فاسد وعباد برزاق رفوزي ابعث للليزي النقيب ابعث للليزي رحموا بيه النقيب سبيح الانوار خويا راهو معناها انا بعثت تجويب معناها كفنان والسلام عليكم اكاهو انا لاني صاحب السفير ميل عاد ميل لا بعثت لتروفيرت اي اي وبعثتها للجرايد الفرنسويه معناتها لو موند لو فيغارو وانت ماشي معناها اي بجد معناها هذا حقي انا كانون بوبليك انا خدمت على وجهي وعلى اسمي 47 سنه السلام عليكم معناها هذا الريسبي ماهوش مزيه ولا كادو من حتى اي دوله اون برانسيب فرنسا وقلت هذا للرئيس ماكرون قلت له معناها فرنسا معناتها لا بلاك تورنوت نتاع الثقافه والتوريفيل و و و والثوره الفرنسويه اتسيتيرا على الأقل معناها أمور خليونا مال وجه مع الجماعة الفرنسيس اللي عندكم في تونس اللي أساءوا معاملتي أنا والفريق متاعي اللي مناش ماشيين معناها نعملوا في ضربة لكي احنا ماشيين عنا عرض مصرحي يخذيتوا الفيزا ولا انت أنا عطاني 15 يوم وصاحبي تحبوا أضحكوا بشوية يخدم في السفارة الأمريكية ومتزوج وعنده زوج صغار وراجل يلمع بالنظافة معناتها أن تكنيسيان دو سون فيزا رفوزي مو متعاركين فرنسا وأمريكا عاد امورهم مش دخلنا احنا فرارين ماشيين لا وجلك في سبب باكيت وسلم عليك لا وجلك في سبب عطاو 15 يونيوم عطاو فنيجي قاضي باش يوصل نحاولوا نحكيوا في الموضوع نحاولوا نشوفوا ردود فعل الإليزي شوف فريق الاعداد كان نجموا ناخذوا ماكرا في المباشر بعد شويه خليك مواجهه ناريه مع النقيب اش قالكم انتم تفضلوا باكيت ديريكت يضرب تليفون تاعو من الإليزي اش راسيلك بابا نعتذروا منك وقت في المباشر رحبوا بها حمراء حمراء الاعلام الصحفية والمحامية والكرونيكوز سونيا الدهماني شكرا نهاركم جميل وشكرا نهاركم مبروك اللي تسمعوا فينا الكل نحب اولا نقول ميرسي 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 على لي ميساج ولي زابيل والجاتو الاول والجاتو الثاني واش باش نقول ميرسي برشا حب فريمون ما عرفتش نقول ما عرفتش كون نجاوب جاوب 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 حتى لي نضغط بين الانستغرام والميسنجر وعلى المير نتاعي ولي لي ميساج بريف ميرسي ميرسي بوكو ونحب زيد نقول ميرسي نعيمه راهي الامانه وصلت على خاطر كنت ضيفتكم وانا غايبه حاجه نعيمه هي اللي جابت المراوح هي اكزاكتومون جابت كادو لاميمه وكادو لينا نحب نقولها راهي المروحه وصلت سلموا عليها برشا ونسلم عليها برشا 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 ميرسي بوكو يا عايشك سلموا عليها ونسلموا على كل الناس اللي تسمع فينا واللي تتفاعل معنا البارح قلت لي فما شكون جاب لك كادوها وعندي بعد روحت والله وعندي في الكهرباء تو نطلعوا لك والله 8 براجيب اوكي اوكي مش نرفز مو باترون مش منرفز في القهوه انا تعمل 8 برا جيب اخرج فاصل اخرج يلا نخرج فاصل ونرجع بعد لحظات للبلاتو هذه رف ماجل 9:30